في وقت يلوح بعضهم بخطر يهدد الوجود المسيحي في الدول العربية التي تشهد تحركات شعبية تسعى إلى إسقاط الأنظمة الراهنة، أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الدكتاتورية لم تحمي أحدا يوما، ويخطئ من يعتبر أن الحفاظ على المسيحيين في بعض الدول مرهون بوجودها. على الثورات هي أن تبني أنظمة تحمي المسيحيين وغير المسيحيين بكل دول العربية، كما على المجتمع الدولي أن يضمن أن هالأقليات وأن هالتعددية بهالبلدين العربية راح تكون محترمة بعد سقوط الدكتاتوريات، ولكن على الحركات الثورية أن تتحمل مسؤوليتها. نحن بلبنان منا بحاجة لحماية ولنا بحاجة لحدا يضمننا شيء، كتر خير الله نحن نعرف نقوم بحالنا، ولكن بسوريا وبمصر وبالعراق المسيحيين بهؤلاء البلدان بحاجة لضمانات، وهذه الضمانات ما بدنا إياها من أنظمة ديكتاتورية، بدنا إياها من أنظمة ديمقراطية تعددية وحرة. مواقف الجميل جاءت في محاضرة ألقاها في إطار مؤتمر أجيال في خدمة لبنان الذي عقد في قصر المؤتمرات في دبي ونظمه إقليم المتن الكتائبي، وذلك بحضور عضو كتلة نواب الكتائب النائب إلي ماروني الذي تحدث عن تجربته الحزبية مشددا على أهمية العمل الحزبي في مسيرة الفرد والأوطان.